السلام عليكم، معكم الكوتش أسوك حسان. في تتمة الموضوع ديال ما بقى الامتحان والو، اش يمكن ليا ندير؟ كاينه واحد مساله اخرى اللي هي الاستذكار في مجموعات. نحاول الناس اللي يفضلوا يذاكروا مع مجموعه ديال الاصدقاء، هذا افضل. نجمعوا واحد 3 ولا 4 ولا 5 ومن طبيعه الحال نكونوا حنا ديجا استعدينا للامتحانات، تيبقى لنا نتداركوا المراجعات ديالنا والنقص اللي عندنا في بعض الاشياء اللي في كل ماده من المواد. وكل واحد نتفوق من ديك المجموعه هو اللي نعتبروه كاستاذ، هو اللي يشرح لنا حنا الاشياء الاخرى ما فهمت، وتنديروا تمثيل الادوار فيما بيننا. لان مجموعات من الاحسن يكونوا اصدقاء مقربين اكثر وتيكونوا متفاهمين اكثر باش تكون نتيجة اكثر. ولكن حذاري ضياع الوقت في النكات، ضياع الوقت في الكلام الفارغ. حنا ملي تنديروا بانه هاد الساعه او ساعتين غنشوفوا ماده من المواد المشاكل اللي عندنا فيها، باش نحاولوا نتقاسموا كل ما ذكرناه فيما بيننا، باش حتى واحد منا ولا انت اصلا ما فهمش شي حاجه الاخر تيفهمها لك. هذه القضيه ديال الاستذكار في المجموعات راه مهمه جدا، ونتمنى لكم التوفيق وشكرا.